للغيم وما قلت هذا مشركا لا وداعيا فسبحان رب العرش ليس بالنوم أيا إخوة الإسلام يا من له الذكاء أربى على الأبواب قوموا من الحلم أنا طالب يا قوم لا أملك الثرى بل الشعر زادي والدموع إلى الكوم أيا ربي يا رحمن يا من له البقاء فدينك مظلوم وأنت على النجم وصل على المختار يا رب سلما عليه مع الأصحاب والآل في الدوم والسلام عليكم ورحمة الله نشكر الشاعر جزيل الشكر على هذه القصائد المؤثرة الواقعية ونشكره جزيل الشكر والآن كأننا وصلنا إلى ختام هذه الأسبوع وقبل أن ندعو الطلبة الذين يقدمون عرضا تمثيليا بلغنا أن الجمعية مدت يد العون والمساعدة تداملا مع إخواننا في بورما فقد قررت الجمعية إرسال قافلة مساعدة لمحتاجي روهينغا في بنغلاديش إذن إدارة المؤتمرات والهيئات الدولية والإغاثة يعني في تنفيذها بإذن الله تعالى إذن هذا بشرى ندعو الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والآن ندعو إخواننا الطلبة إلى المنصة ليقدموا لنا ما لديهم من عرض تمثيلي فليتفضلوا المعززين المكرمين وما قلت هذا مشركا لا وداعيا فسبحان رب العرش ليس بالنوم أيا إخوة الإسلام يا من له الذكاء أربى على الأبواب قوموا من الحلم أنا طالب يا قوم لا أملك الثرى بل الشعر زادي والدموع إلى الكوم أيا ربي يا رحمن يا من له البقاء فدينك مظلوم وأنت على النجم وصل على المختار يا رب سلما عليه مع الأصحاب والآل في الدوم والسلام عليكم ورحمة الله نشكر الشاعر جزيل الشكر على هذه القصائد للغيم وما قلت هذا مشركا لا وداعيا فسبحان رب العرش ليس بالنوم أيا إخوة الإسلام يا من له الذكاء أربى على الأبواب قوموا من الحلم أنا طالب يا قوم لا أملك الثرى بل الشعر زادي والدموع إلى الكوم
أيا ربي يا رحمن يا من له البقاء فدينك مظلوم وأنت على النجم وصل على المختار يا رب سلما عليه مع الأصحاب والآل في الدوم والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر الشاعر جزيل الشكر على هذه القصائد المؤثرة الواقعية ونشكره جزيل الشكر. والآن كأننا وصلنا إلى ختام هذه الأسبوع، وقبل أن ندعو الطلبة الذين يقدمون عرضا تمثيليا، بلغنا أن الجمعية مدت يد العون والمساعدة تدامنا مع إخواننا في بورما، فقد قررت الجمعية إرسال قافلة مساعدة لمحتاجي روهينغا في بنغلاديش. إذن إدارة المؤتمرات والهيئات الدولية والإغاثة يعني في تنفيذها بإذن الله تعالى. إذن هذا بشرى ندعو الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق. والآن ندعو إخواننا الطلبة إلى المنصة ليقدموا لنا ما لديهم من عرض تمثيلي، فليتفضلوا المعززين المكرمين.